التجديد في أحكام الله عز وجل من حيث الفهم بذرة من بذور الخير تعارضها كلمة البدعة. تعال اليوم نفهم البدعة والضلالة التي تؤدي إلى النار في برنامج بذور الخير، فحياكم الله جميعا. اليوم يغلب على كلام الناس كل ما تتكلم بشيء وكل ما تطلع عادة جديدة اجتماعية أو أمر يتعلق بالدين، فبتسمع الكلام بيقولك بدعة 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 بدعة، طبعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تؤدي إلى النار. والذين يتكلمون بمصطلح أو بمنطق البدعة، طبعا هو القصد عندهم سليم، أنهم يريدون أن لا يتغير الدين ويريدون الحفاظ على شريعة الله عز وجل ويريدون أن يحفظوا المجتمعات من أي تغير أو تبدل في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا حق مشروع. لكن بنفس الوقت ألا ترون أنه إطلاق كلمة بدعة على كل شيء يؤدي إلى جمود الدين، وأنه نفس البشرية دائما أبدا تتوق إلى التجديد والتغيير؟ فنقع بين نارين، نار التطورات الاجتماعية والقضايا المستحدثة، والنار الأخرى رغبتنا في المحافظة على كتاب الله وسنة رسول الله وأحكام الله عز وجل بحيث لا تتغير، فنبقى ثابتين على ديننا. فنقع في هذا الصراع بين التجديد والتبديع، بين التطور والبدعة. فتعالوا اليوم خلينا نفهم موضوع البدعة بطريقة مبسطة وتحل لنا كثير من المشاكل إن شاء الله. إحنا حياة الإنسان فيها نوعين من الأحكام، حياتنا كلها لله عز وجل، عاداتنا تقاليدنا أحكامنا كلها مع الله تبارك وتعالى. لكن لما ندخل في داخلها سنجد إحنا عندنا قائمتين من أعمالنا. القائمة الأولى هي الأحكام الشرعية، هذه لا يستطيع إنسان أن يتجاوزها أو يبدل أو يغير فيها أبدا، ولا أن يضيف إليها شيئا، وإذا إنسان أضاف إليها شيئا فهو مبتدع. لكن القسم الثاني هي الحياة الاجتماعية، وهذه قابل للتطوير وقابل للتغيير وقابل للزيادة وقابل للنقص. الخطأ وين يحصل؟ عندما ندمج الأحكام ما بين الأحكام الشرعية والأحكام المجتمعية. وتعال نأخذ عليه مثال. إحنا كم عيد عندنا في الشرع الإسلامي في الشريعة؟ لدينا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن ما هو العيد؟ العيد هو يوم تجب فيه ركعتان ويحرم فيه الصيام، هذا اسمه عيد شرعي. فالعيد بلغة الشرع هو اليوم الذي يحرم صيامه ويجب أن نصلي فيه ركعتين، اسمه عيد شرعي. فهل يجوز لي أن أطلق على يوم آخر اسم عيد؟ لا، بدعة وضلالة. واحد واحد اجينا قلنا في عيد اسمه عيد الشجرة، عيد العمال، عيد الاستقلال، عيد الاتحاد، عيد الأم، فما هذه الحكم؟ ما هو الحكم في هذه الطريقة؟ نسأل حالنا أول سؤال عشان نعرف نحدد البدعة ولا مش بدعة. نسأل حالنا أول سؤال، في هذا اليوم هل أوجبت ركعتين؟ لا. هل حرمت الصيام؟ لا. إذن هو ليس عيد شرعي. خرجنا من دائرة البدع، خرجنا من دائرة الحرام، لأنه هذا اليوم ليس عيدا شرعيا. العيد الشرعي يجب فيه ركعتين ويحرم فيه الصيام. الذي يقول أن يوم الأم أو عيد الاستقلال أو عيد الشجرة سميه ما شئت تجب فيه ركعتان ويحرم صيامه فهو مبتدع ضال، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنه أضاف إلى الإسلام ما ليس منه وأوجب على الناس حكما ليس بواجب وجعل هنالك عيدا ثالثا، ونحن في الإسلام ليس لدينا إلا عيدين. طب ماذا تقصد بكلمة عيد؟ هذا مصطلح اجتماعي مش مصطلح ديني. إذا خلطنا بين المصطلحات الدينية والاجتماعية أوقعنا الناس في الحرج، وهذا يدل على عدم فهمي لمعنى البدعة. فعندما قال إنسان نريد أن نجعل يوما للعمال ونسميه عيد العمال، ماذا يجب في عيد العمال؟ لا شيء، هو مجرد تكريم للعامل. إنها بدعة، لماذا بدعة؟
هل تجب فيه صلاة ركعتين؟ لا. هل يحرم صيامه؟ لا. إذن هو ليس مع البدع. إذن له أحكام، 5 أحكام. فأصبح عندي الآن كالتالي: الأفعال الشرعية إما أن تكون بدعة وإما أن تكون سنة، يعني جائزة. الأحكام الاجتماعية قد تكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما، لها 5 أحكام. فما كان متعلقا بالدين فله بدعة أو غير بدعة، ما كان متعلق بالمجتمع فله 1 من الأحكام الـ5، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا أقل، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. نعطي على ذلك مثال. من عادتي على سبيل المثال إني يوم الجمعة، عادة إني يوم الجمعة آكل نوع معين من أنواع الحلويات. طب النبي ما أكل يوم الجمعة حلويات، هل يعتبر هذا بدعة؟ يعتبر بدعة؟ نقول لا. قد يكون 5 أحكام، قد يكون واجبا لإنسان نزل عنده السكر ولا تنقذ حياته إلا بأكل الحلوى فهو سكر، وقد يكون مندوبا إذا كان في هذا الحلوى جبرة خاطر لإنسان جاب له الهدية، وقد يكون مباحا أردت أن أذوقها لأجل طعمها جميل أو غير جميل فهو مباح، وقد يكون مكروها إذا توقعت من الذي أهداني هذه الحلوى أنه سيطلب شيء، وقد يكون حراما إذا كانت من مال مسروق. إذن البدع تدخل في الأعمال الشرعية المشروعة، يا منقول بدعة أو مش بدعة. إذا واحد أضاف عيدا يجب فيه ركعتين ويحرم فيه الصيام منقول له أنت مبتدع، لأنك أضفت حكما إلى أحكام الشرع التي تمت وكملت. لكن في التقاليد الاجتماعية ما في شيء اسمه بدعة، في شيء اسمه يعرض على الشريعة. الشريعة إما بتقول عنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه، بس ما بدخل فيه شيء اسمه بدعة. فجاء إنسان وقال بدنا نعمل يوم للعمال، قلنا له هذا اليوم يحرم صيامه؟ قال لا. قلنا له تجي فيه ركعتين؟ قال لا. قلنا له طيب إذن خرجنا عن الأحكام الشرعية ودخلنا في الأعراف الاجتماعية، لماذا تريد عمل هذا اليوم؟ قال حتى نكرم العامل ونحترم العامل ونحفز العامل. إذن هذا مندوب، ونسميه عيد ولا مش عيد؟ إن سمينا عيد فليس عيدا شرعيا، ولكن نعيد كلمة اصطلاحية. قال موعدكم يوم الزينة، يعني يوم العيد، وسمي العيد عيدا لأنه يعاد سنة بعد سنة، فهو مصطلح لغوي وليس مصطلح ديني. فاللي بيقول لك عيد العمال حرام مش فاهم دين ولا فاهم لغة، لأنه إن قال دين فمنقول هذا مش دين، نحن ما أضفنا شيء للأحكام الدينية، هذا شيء اجتماعي. والأمر الآخر، هل الشريعة تحرمه؟ لا، لا تحرمه، لأني أريد أن أحتفي بفئة مجدة ومجتهدة من المجتمع، فأين الحرام في ذلك؟ وين الحرمة فيها؟ فهو مندوب لأنك تحفز الناس. كمان مثال، في واحد قال نعمل يوم للأم، عيد للأم، حرام وبدعة. ليش بدعة؟ لأنه ما في غير عيدين. حبيبي، العيدين اللي اتفقنا عليهم يحرم فيهما الصيام وتجب ركعتان، فهل إحنا في عيد الأم نوجب ركعتين؟ لا. نحرم الصيام؟ لا. إذن هذا لا نتحدث عن مصطلح شرعي، نتحدث عن عادة اجتماعية، نتحدث عن عادة اجتماعية. طيب تعال نعرض العادة الاجتماعية على الشرع لنرى ما حكمها. ما حكم الشرع الإسلامي في إكرام الأم؟ قال هو واجب، هو واجب. فلما أعمل يوم للأم ليس فيه حرام، أكرم الأم في هذا اليوم. قال لا، هو يجب تكريم الأم 365 يوم، وما الذي يمنع أنه في هذا اليوم أكرمها مرتين؟ قال لا، وما ما فيش تخصيص. من قال أن الشرع الإسلامي ليس فيه تخصيص؟ مش صيام 2 وخميس فيه تخصيص؟ مش صيام 3 أيام من الشهر فيه تخصيص؟ مش زيارة قباء يوم السبت فيها تخصيص؟ مش قولك 33 مرة بعد كل صلاة فيه تخصيص؟ مش من جلس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وثم صلى ركعتين فيه تخصيص؟ يعني من أين جاءت فكرة أنه لا تخصيص في الإسلام؟ من أين جاءت الكلمة؟ أنه لا. قال طيب هو فيه مشابهة للأجانب، نمسكها واحدة واحدة. ما معنى التشبه؟ التشبه معناه أن تفعل فعلا لا يخطر في بال من يراك أنك مسلم. يعني شوفت إنسان لابس صليب
حر لكن ما بخطر بباله انه مسلم، هذا التشبه. لكن شفت واحد لابس قرافه معناته انه هو غير مسلم؟ هل يخطر في بالك ان الذي يرتدي ربطه عنق انه غير مسلم؟ لا، اذا هو ليس تشبه. التشبه ان تفعل فعلا لا يفعله مسلم، لا يفعله مسلم، لكن اذا كان الفعل يفعله مسلم وغير مسلم ما عاد تشبه. فاليوم عندما احتفل بامي هذا الفعل يخطر في بالك ان الذي فعله غير مسلم؟ لا، اختلطت الاعراف مع الناس. فنعرض هذا الفعل على الشرع، ما رأيك يا شرع في من يحتفل بأمه؟ بيقول حرام، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذي يحتفل بأمه في النار، وذهاب النبي لزيارة قبر أمه ليس كان احتفاء من نوع خاص بأن يستغفر لها واستأذن الله في أن يستغفر لأمه؟ إذن يا إخواني الأمور ببساطة، نحن لدينا قائمتان، قائمة الشرع التي نص عليها لا مجال للإنسان أن يزيد ولا أن ينقص منها، فمن أنقص حرفا من كتاب الله، من كلام الله، من أحكام الله، أو زاد عليها حكما فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن أوجب على الناس فريضة سادسة، أو رفع الزكاة بدل 2.5% إلى 3%، أو رفع عدد الطوافات من 7 إلى 8، فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة. هذا واحد. بالمقابل الأعراف الاجتماعية نعرضها على الشرع، فإن أجازها الشرع فهي جائزة، وإن لم يجزها الشرع فنحن مع تحريمها، لكن لا يطلق عليها بدعة. فلنستعرض كل عاداتنا الاجتماعية، من ركوبنا السيارات والطائرات ودخولنا الجامعات ووضع السجاد في بيوتنا واستخدام مكبرات الصوت في المساجد، كلها لم تكن في زمن رسول الله، لكننا إذا عرضناها على الشرع أقرتها الشريعة الإسلامية، فلا يقال عنها بدعة. ولذلك نقطة أخيرة، أن بعض الناس يستخدم مصطلح البدعة للهروب من الدين باسم الدين، فينفر الناس من دين الله باسم الدين، باسم الدين لا تعمل كذا، باسم الدين لا تعمل كذا، للحفاظ على الدين لا تعمل كذا، فيجعل الناس ينفرون من دين الله بحجة أنه يحافظ على دين الله. وما عرف المسكين أنه يجعل دين الله جامدا لا يصلح لكل زمان ومكان. فمن أراد أن يطبق البدعة بهذا المعنى الجامد يريد أن يجعل من الناس يعيشون في القرن الأول الهجري، ومن أراد وما درى المسكين أن شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان. وكيف بتكون صالحة لكل زمان ومكان؟ أنها قابلة للتطور، قابلة لأن تتجدد، ليس في أصولها، الأصول ثابتة ما حد يتدخل فيها، الأصل ثابت ما حد بيلعب فيه، ولكن التطور الاجتماعي نعرضه على الشرع، فإن قال الشرع نعم فبها ونعمل، وإن قال الشرع لا قلنا عنها لا. قال بنعمل عيد للبيجامات وعيد للحب وعيد لمش عارف مين، قلت تعال شوف يا شرع، شو رأيك يا شرع بعيد البيجامات؟ شو رأيك يا شرع بعيد الحب وما حب؟ قال هذا كله لا أقبل به، قلنا بلا منه. لكن ما رأيك يا شرع أن نخصص يوما نستثمر فيه الشجرة، أو نحتفل بالعامل، أو نحتفل بأوطاننا واستقلالها؟ فمن الذي يأبى ذلك؟ لنجعل من عقولنا متفتحة بتفتح الله لها، ومتفقهة بتفقيه الله لها. ونقول في نهاية الحلقة، اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إلى أن ألتقي بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.